السلام عليكم الاخوان، حياكم الله. معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عند الشعب المغرب العظيم، هاد الخيمه اللي ظهر لكم هذا واحد الاحتجاج، احتجاج واحد المجموعه من الاشخاص مما يسمون مقاتلي وميليشيات البوليساريو، وهما معطوا به هاد الحرب اللي كتخوض البوليساريو على المغرب. ناس شي مقطوعة كراعو يجلو زعما، مثلا شي مقطوعة يدو شي فيه شظايا ديال القنابل وديال الصواريخ مازال في الجسم تاعو، مازال ما قداش تحيدهم للبوليساريو. المهم واحد منهم شاف الشتعية وتقاضى الصبر ومشى نصب هاد الخيمة على واحد الشكل من نوع من الاحتجاج، كيطالب بواحد الحقوق. الحقوق اما هي الحقوق هو ان هذا الشخص الاسم تاعو محمود مبارك ابراهيم العربي، يقول انه حامل للبطاقه او الرقم العسكري 09-011-603 من الناحيه العسكريه الخامسه الفيلقه الثاني الكتيبه الاولى. هذا الشخص تفجرت عليه قنبلة في وقت من الأوقات في إطار ما تسميه البوليساريو حربها على المغرب. وأنا كنقول لكم لأن هذه القنبلة تفجرت في 2015 ما كانش الحرب، كان وقف إطلاق النار. الحرب كان 16 سنة الأولى من 1975 حتى 1991، جاء وقف إطلاق النار، وقع عليه المغرب والبوليزاريو مع المينورسو من 1991 حتى 2020. هذا تصاف في 2015، تصاف في بير الحلو. كيقول لأنه كانوا في مناورة وفي شي خندق ربما، وتفجرت شي قنبلة وترسوا له رجلي، ترس من يدي، حتى الشظايا تاع القنبلة دخلوا لي حتى القلب تاعو، مازال كاينين، مازال كيعاني منهم، وترس لي العمود الفقري، داروا لي عده عمليات جراحيه، وفي الاخر تخلوا عليه. داروا شي عمليات جراحيه بساط وفي الاخر تخلوا عليه. العمليات الصعبه، عمليات الله ينجينا ونجيكم كاملين، دقيقه اللي غتكلف البوليزاريو ولا حتى الجزائر واحد الاموال كبيره، ما دارهمش ليه. في الاخير استسلموا وفشل حتى هو، قالوا سير الله يعاون نعاونك، هادشي راه كثير علينا وحنا ما قدوش نتكلفوا بهذا الشيء كامل. طردوه من مستشفى عين النعجه وطردوه للبوليزاريو، بقى هو تيه. فطلب على انه يمشي يتعالج في اسبانيا، يمشي يتعالج في اسبانيا، يدفع ملف لجوء مثلا انه انسان مصاب وتخلوا عليه، باغي يتعالج، عنده شظايا قنابل داخل الجسم تاعو، مهرس عده كسور في العمود الفقري، باغي عمليه جراحيه. فالبوليزاريو ما عطاش حتى حاجه، ما عطاوش قيمه، نخلوه باش يشوف مصلحتهم على انه يمشي اسبانيا، لانه يقد يفضحهم في اسبانيا، يقد يبدا يقول لهم في اسبانيا الناس هادو تخلوا عنا، دخلونا الحرب، احنا تعطبنا، احنا تعوقنا وتخلوا علينا. بدات البوليزاريو كتراوغو، كل اليوم تعطيه سبه، اليوم تصنع عليه سبب من الاسباب، وكتراوغ فيه حتى تراكمت السنين عفوا. فقرر هذا الشخص اللي قال له محمود مبارك ولد ابراهيم العربي على انه يمشي يلود هاد الفيزا باش يخرج من المخيم تندوف الى اسبانيا، بفعله ولا زاد عمله ولا زاد بمجهوده الخاص، مش يقلب على الفيزا، وناس لعده منظمات اسبانيا وتحصل على الفيزا. وهذه الفيزا قدمتها احدى المنظمات الاسبانيه مباشره للبوليزاريو، قال لهم وقعوا عليه باش السيد يخرج، سهلوا لي، تعطاه جنسيه جزائريه ولا شيء، ولا جنسيه بدون وطن او شيء من هذا القبيل، يخرج من الجزائر وتوجه يتعالج في اسبانيا، ولا ربما قاعد يستقر في اسبانيا. فالبوليزاريو شدتها، عطاتها لواحد اخر من قياديين ومسؤولين البوليزاريو، ولا باعتها شي حد صحيح وخلات هو مازال تايه في مخيمه تندوف. وهذه فعلا دارتها البوليزاريو مرارا وتكرارا، دائما الفيزات اللي كيجيو من المنظمات الانسانيه لصالح الناس المرضى والمصابين والمعطوبين في مخيمه تندوف، كيخلوا المعطوبين والمرضى يموتوا في مخيمه تندوف ويمشوا بها الاصحاء. وبقاو كيراوغو 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 كيراوغو. تخيلوا على انه في مخيمات تندوف اليوم، وهذا الشيء غنسمعوه بالتسريبه الصوتيه، ما نخليكم حتى حاجه يعني مبنيه على الفراغ، غنسمعوه بالتسريبه الصوتيه بلسان هذو الضحايا. كاين ضحايا في مخيمه تندوف خبطتهم الدرون المغربيه، غير من 2020
لدرك انا كنتكلم معاكم، خبطتهم بالضرور المغربي وتقطعوا رجليهم، وشي تعبان من عينه، شي مازال مخشين في شظايا الصواريخ في كرشو في جسم تاعو حسب ما يقولون، ومتخلى عنهم. ما تقدش البوليزاريو على انها تخرجوا من الجزائر الى اسبانيا يتعالجوا، متخلين عنهم. حتى المساعدات الغذائيه اللي من المفروض الواجب على البوليزاريو تعطيهم لهم، ما كتقلل لهم المساعدة، باغاهم يموتوا. وهذا الشيء كامل غنسمعوه بالتسريبات الصوتيه. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمه الله. منبر 18/84 الساقي والواد، هذا يتكلم يخلي لنا الخطر والبات والبابا حمو. انا هذا واحد من المجارح، جرحت سنه 80 مقطوع كراي في الحرب، والعائله كامله قايله بقى حد يقول عنها مجارح. عندي اخو كان في حبس في موريتانا 5 عماء، وعندي اخو ثاني كان باراليزي من 76 توفى رحمه الله 82، وعشنا الحمد لله. هذا اللي فات الحمد لله، انا اللي ضريت تقريبا 42 سنه مجروح. عشنا ياسر من المعاناه، قد يعود معاناة يعني وسط من ضمن هذه المجاريح كاملة، هاي الجرحة كاملة حق. ايوة كنا رجعت من الزمن لا صابرين لا صابرين لا صابرين، اللي بعد ذلك اللي عاد عمان من سابق المؤتمر هذا اللي سابق ذا، طرحنا وثيقة، طلعنا وثيقة للقيادة والمؤتمر الأول هذا اللي سابق ذا واللي التالي، ونطالبوا مجموعة من الحقوق. شوفوا احنا اعلنها لا من حقنا حق، نطالبوا بعلنا تعود عندنا بطاقة بعد قاع خاصة بينا قاع، إذا قلنا لحد قاع عندنا مجاري حتجد عليه قاع، تعود معدل النظام. تميزنا عن المعوقين وتميزنا عن ياسر من الناس عين تخلطوا معه، ياو يخلطونا معاه مثلا على انهم نوبة ضحايا للغام ونوبة شمال، خلطوا معك شي الناس شي قط انحرق والله شي خلاقه عايب والله خلاقه يضلع شي ذنبته. المهم عنا تعود عندنا بطاقه، لا عنا يعود عندنا من ضمن اعتباراتنا احنا عودوا معتبر المجتمع نشوفه على ان يالتنا يعود عندنا بطاقه خاصه بينا، ويالتنا نعودوا نشاركوا نشاركوا للسياسه، ما نعودوا مهمشين منها، لان نشوفوا على ان احنا من اخلص المجتمع الصحراوي لهي القضية، شي كامل في مصلحة الشعب الصحراوي. ثانيا نشاركوا في السياسة كل المؤتمرات والندوات وأي قرار والله شي لا يعدل نشاوروا، يعدل منا مجلس شراء والله يعدل منا شي معين، نعودوا مثلا ما احنا معدنا هون منظمة مثلا اتحاد الشبيبة واتحاد المرأة واتحاد كذا، ما خالق اتحاد مجاهدين، لا ما نعود احنا اتحاد مجاهدين، عودوا حتى احنا ممثلنا في البرلمان ما عندنا مقعد في البرلمان، والله نعودوا مد يعلم بين المجتمع، يعلم بين القاصي والداني، يعلم بين القيادة، وتعلم بين المواطن العادي، وتعلم بين الناس، وتعود عندنا اعتبارنا. ونعودوا واللي معطينا اهتمام من طرف الصحة، جانب الصحي. احنا هنا عانينا من ياسر من الامراض، وعانينا من ياسر من المأساة، احيانا عينا نداول الادوية تقليدي قاع، واحيانا انا هذا لا نعطي مثال براسي لاني عارف راسي، عارف الامراض اللي قطعت فيها والمعاناة اللي خلطت عليها، يا غير خالقين وحدين اطم مني، وخالقين وحدين كيفتي، وخالقين وحدين خير مني. انا وسط مثلا انا ضريت من ساعة انقطعت كراي مازلت صغير سنة 80، ذيك الساعة المغرب لا يعدل الرباط هذا والربط، من ذيك الساعة ليلة أصلا كانت فيها قاع المعيدة قصطريتي هذه، المهم عاد في مصران وهو التعام نقذف شكية دم والله شي، وعقبت قس نوبة البادية وهو تفيه مدة شوي، قطريت مدير الصحة نوبة رديت عليه أخباري حق مدير الصحة العسكرية ذيك الساعة. المهم عقب أعطاني مولانا لا قس البادية وهو تشي نشرب اللبن هذا لبن الأخوال عندي في البادية عندهم اللبن، عقبت بعد الحمد لله بريت منه حق المعيدة ذيك، اصلا الخاع عليا لا شراب المبكري وعقبت لا لباس بعد تمت له فيا غير لباس. المهم عقب ذاك عادت في حجرة في الأنبولة، عدت أنبولة الدم وقلعتها، عدت عملية هون في الشهيد بولة، جاو النصارى عدونا عملية وقلعت له بروستاتا. وعشنا ياسر 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 ما نقدر نقول نص ولا ربعه
من المشاكل سياني مشاكل تتعلق بالجانب الاجتماعي باش نعدلوا عائلات والله نعدلوا تركة، وسياني من قلة الرزق والله الا نوبة كنت نخبط بريك الطين مع شي من تركة صغيرين اياك نبيعوه ذيك الساعة انا مقطوع كراع، والله الا بنيت بناية تشهد عليها الناس اللي حذايا الا نخبط بريك الراسي ونبنيه ذيك الساعة تقريبا خمسة من 96 97 98 السنوات اللي عدلت خيمك ساعة المدة الذي هي حق ايوه عشنا ياسر من المعاناة وعلى انفراد من ان يقول واحد منا يركب غايف غايد والله في ادارة والله في كذا ما يرش اذا على ان احنا علينا ياسر من المعاناة واخيرا وركتي انا نتكلم وركتي اخيرا انا كنت نهاري هذا في الطب مني صمت فطرت فاطر بيا كنت في الطب جبروا هي قاصطريتي وصل لنا نزوج عند واحدين شخصين يقولوا لي فيك الدسوم على الكبد وبعد ما قلت لي المعيده اذا على انه احنا وثيقتنا من ضمنها على انه يخصنا تعدلنا بطاقه وطنيه ويخصنا نعود مشاركين في اللي فيه المجتمع كامل واتحادات وذا نشوفوا علينا احنا اهم من ذا كامل اهم من اتحاد الشبيب واتحاد المرأة واتحاد كذا حتى احنا نعود اتحاد مجاهدين يعملنا ما ينطلب بنا الاجانب والله كذا لان مجاري في الحرب يا غير بعد عود قاع مجتمعنا قاع يراعي فينا والله عالم بينا والله عندنا عناية ومشاركين نعودوا مشاركين في السياسة وفي ذا كامل اللي يخلق يعني من حيث الجانب الأمني والله الجانب الاقتصادي والله الجانب الاجتماعي والله مهما كان نعطوا رأينا فيه حتى احنا ما ننكتلوا حيين المسألة الثانية والله الثالثة لأن الله تنعود أعطانا استفادة تقنينا عن التكرفيص تقنينا عن الكد تقنينا عن الشغل العضلية والصهر والواقرة اللي احنا ما تلا عندنا الهشي ونحن اللي منا عنده عيال والله عنده شهاي اللي يعطوهم وكأنه ما يكفي يشير واحد من حد يعطيه له وعنينا ياسر من المعاناة عنينا ياسر من المعاناة ما تقد تنقال فضيع قولها بعد انا ما نقد نقولها قاع قد نقول شيء الشرع لي غير ما نقد نقولها الحق صراحة لا بها باط تبكي قاع وتخلي وتذري ضري احنا طالبين من المجتمع على ان تعود عندنا بطاقة خاصة بنا وعلى ان تعود عندنا اولوية في الصحة وأولوية في كل شيء يعني الدولة بدون استثناء ونعود تنزاد لنا الاستفادة قدر الإمكان اللي انت تعود تكفينا والله بعد تسلكنا من ياسر متكرفيص ونعود منين تخلق في ذات والله يخلق شيء يعود عندنا أولوية فيه إذا كان قد حد يعالج في الخارج ما هو كل علاج ونتيه وتعود عندنا هيبة إن قال للمواطن وللقائد حلنا يالتنا نعود عندنا هيبة ما يالتنا نعود إلا كيف المواطن العادي إحنا ما نكي المواطن العادي إحنا ضحينا من أجل هذا الشعب هذا اللي يروق هذا الشعب يسوى شنو إحنا ضحينا من أجله إذن علنا ما نبغو تضحيتنا تمشي سبهلالة ولا نحان بها الاستغلال صار طويلة الأمد قد فوت قاع 200 عام ما خلق وقد قاع ما يخلق أخبار بزر الناس يشتغلوا بالبحر إلى مص قاع البحر مثلا أمر عند مولانا أمر قيب وإحنا بعد ما بخلناه شيء وإحنا بعد اللي ما بخلناه شيء ولا محكوم علينا أخطاء ولا مشوف فينا يكون عندنا ضحين من أجل المجتمع إيه يخلص المجتمع والشعب الصحراوي يعطينا حقوقنا طالبينها احنا من القائد ومن المواطن ومن العسكري ومن المدني ومن ذي اللي يعيش هون في اللجوء ذاك اللي يعيش في المنطقة وذاك اللي يعيش في الخارج وذاك اللي معارض للبوليزاري وذاك اللي معاها احنا طالبين حقوقنا احنا طالبين حقوقنا وطالبين علنا الى عادة ما يلتها تنطلب والله فيها الشي والله ما يلتنا نفتخروا بزروحتنا والله عادة عيب وعار عنا نفتخروا بهم والله نذكروهم والله إلى عاد اللي جروحتنا هم العار وهم هم الخطا والله اللي مجروحين من أجل هباء ما هو خالق والله خاطي ذين قال ننقنعوا بشي بعد ما خالق مناش نعطاه لنا حقوقنا إن قالنا ما خالقش على الأقل نجاوبه ينعلم بينا نجاوب ما نكسح نجاوبه على الأقل نجاوبه
ثانيا احنا ما طلبنا حقوقنا، عدنا عارفين 200% عن خالق مناش تنعطانا حقوقنا، وعارفين علنها من حقنا، وعارفين علنا من حقنا ان تمونكو ويعملها على حساب المواطن وحساب القائد وحساب اي كان للصحراء، لان احنا فتنا الين ضحينا من اجل هذا المجتمع عن حسن النية، وفتنا الين حققنا انتصارات اللي من ضمنها تقوية هذا المجتمع واللبنة اللي مبني عليها هذا المجتمع، واللي معدل منها الرزق اللي عند القائد والرزق اللي عند المواطن، معدل منها باش يتمون هذاك اللي يمشي في الخارج وفي شيء يمشي بيه، معدل منها كل شيء يعني يشتغل في الصحراء وبدون تمييز وبدون اعلنوا معدل بصفة شخصية ولا نوع. هذا احنا تضحيتنا، الدولة عدلت منها سمعة، عدلت منها إمكانيات، عدلت منها مؤسسات، ديمانة هم اللي بتنبيهم بهم المجتمع، ما بتنب شيء ثاني، ما بتنب شيء ثاني. وباش يقولوا نحن النظام، انتم وراكم ما فيكم حد، وراكم لاحق نسمع، وراكم هذا اللسان ما يجي على القصع، احنا هون تيا صبرنا ياسر، صبرنا ياسر ولا تلين الصابرين، طالبين من المجتمع الصحراوي على انه يسمع صوتنا ويشوف حالنا ويعلم ويستحق، على ان احنا نقد نطلب حقوقنا الا للشعب الصحراوي، وحقوقنا سالوهم الا في الشعب الصحراوي، ما سالوهم للمغرب ولا لموريتان ولا لاسبانيا ولا لحد ثاني، سالوهم الا للشعب اللي ضحينا من اجله ومشينا معاه في اهدافه، ولا يلتنا كنا اصلا قاع يفرط فينا، احنا ما يلتنا قبيله قاع من اصلا يفرط فينا. احنا ما نحكموا بليد اللي محكومه بها العامه، لكن قالها المساواة العامية حسب شرحي انا بعد شخصيا، ولا نساوي حتى مع واحد اللي عاد اخلق معوق، والله اللي عاد عضته لفعه في الخله، والله اللي عاد طاح من فوق زايله وتهرست قايمته وركب كراع، والله احنا ما هم عادلين من اجل شيء شخصي لباتنا، والله لماتنا، والله روسنا معدلين من اجل شيء عام والمجتمع والدوله هي اللي دقدق اسم ومعدل عنها ما كيف تحت، مليانة من الخير، القائد مليان، صاحب الدروقة مليان، صاحب بوتيق مليان، والناس تركس على روسنا لا تراعي فينا قاع، ما تراعي فينا قاع. أحيانا منين واحد منا لا يمشي على كراع ويضلع ولا يقدر تلي يتحرك يتكي والله يهنا، يخضع عليه الوتات ما يتفت قاع لحد، وعي يشوفوا حد لا منين يعود يعرفوا والله إلى آخره يرفضوا. إحنا ذي المعاناة إلى متى؟ تعطيك ساعة ثورة ما كانت عندها شيء، رايك عاد مطنبة من كل شيء، رايك عاد كل شيء موجود يا غير موجود منين عند من، رايك ياهي نطالبوا بطاقة تعود عندنا خاصة بنا، ونطالبوا بالعناية الصحية تعود عندنا أولوية ومدروسة ومعقولة ومبرمجة، ما أعلن ولا كلمة تنقال عابرة وتوه يمشي بها البرد، ونطالبوا باستفادة عود تكفينا، والله بعد تقلل من معاناتنا الاقتصادية، ونطالبوا بأن المجتمع يحس بينا وتعود تنقال له في الندوات وفي المؤتمرات وفي كل شيء، لا يقولوا النظام، لا يقولوا أي إطار مهما كان الأول خصو السبق عن فئة الجرحى هذه اللي تابعة للشهادة ومازالت حية ترادة، خصها الاهتمام والاعتبار والاحترام، ما يعود إلا القام يطفقك، احنا راهو بينا ضعيفين ماديا وجسديا وكل شيء إلا القام طافقنا، راهو مات لخالقه راهو إلا القام طافقنا، ما نعرع لك حد. يلا تعود عندنا هيبة، ننعتوا بطاقتنا والله يعود واحد عارف عنا جرح يعني شوي يعطينا من الاحترام اللي يلتو يعطينا، ما نعود مطفوقين ومستضعفين، ذنبنا الوحيد عنا ضحينا من أجل هذا الشعب، هذا ما هو يلا، هذا ظلم، ظلم وقطعا عنا قطد عينا على اللي ظالمنا وتحققت دعوتنا، وقطعا عنا نقدر لا ندعو
يا غير احنا باقي فينا قاع على هنا الحقو ذي الدرجه، لان دعوه المظلوم ما بينها وما بين الله حجاب. يا غير يا الشعب الصحراوي اتقوا الله في الجرحى، و نقول جرحى لاني واحد منهم اللي اني عارف المعاناه اللي نعانوا. راهم خارقين عائله الشهداء، خالقين المعتقلين اللي يعذبهم من اجل الشعب الصحراوي، ويعانوا حتى هم، وخالقين حتى المعفيين من الجيش ذوك اللي مرضوا في الجيش والله كبروا والله كذا. احنا ذا كامل قاع خالط فينا الجرح، وكبرنا وعانينا ومرضنا، ذا كامل وخال علينا. واللي عادوا باتنا بعد ما هم شهداء، اخوتنا الشهداء وخالق اللي بوقع شيء ضري. احنا هذه الشريحه من المجتمع هي اللي نتكلم عنها بالتحديد، الجرح باقين. يشوفنا المجتمع وتشوفنا السلطات كاملة وتحس بينا، وهذا ما درناه إلين كاد إنه تخطى أوانه، ما درناها بسرعة والله بعجلة، صبرنا ياسر وصابرين لا من أجل مصلحة المجتمع ومن ظروف المجتمع إلى آخره وكذا وكذا وكذا. والله إلى عاد المجتمع ما هو على قلب واحد، ما هو على قلب رجل واحد. إذا عاد مثلا القيادة تختلف، يقول واحد أعطون عناية الجرح، يقول الثاني أنا أبدأ أخصم شيء والله الآخر. إحنا ما نعرفه، ما تلينا عارفين التحليل اللي نعطوه عليه مفرط في حقنا. الله تعالى أعلم. نعرفه لا روسنا على أنه مفرط في حقنا، أنا ما نعرفه عليه، لماذا ما نعرف؟ إذا أعلنا يا الشعب الصحراوي، نقول لكم أعلنا، مات لينا الصابرين. مات لينا الصابرين. أعطونا اللي قد أعطانا من حقنا. هذا هو اللي نقول. وهذا هو اللي يالطو يعدل وفي رأينا. إلى عاد هم اللي ما يالطو يعدل، ولا هو من حقنا، ولا يلطنا يعتنى بنا المجتمع ولا الدولة ولا السلطة ولا آخره، أقل شيء نعود بعد إحنا يقول هانا بعد حد، عودوا كاسرين الأظفار قانطين قاع من شلهي، تنقال لنا بعد ما نعودوا محقورين لذي الدرجة، لأن جواب المحقور السكات. وما اللي راه تحقر العين العود اللي اطرف، راه قد الله رقا، قد الله نظام والله رقاش والله، حد يحقر حد غير يخش في نقر عينه لين تنع ورقع، لين تم ذنبته. لان هذه المراره يتولد عنها ياسر، يتولد عنها الشيلات احمد وعقباه، يتولد عنها ياسر. الناس راهي ما تقد تم تصبر المراره وتشوف واحدين يمكرسهم ملانين مذكرين من الفضه ومذكرين من العنايه ومذكرين من الاهتمام وقيسوا الخارج وقيسوا السماء، واحد ثاني تعور من اجل المجتمع مزروق في الكبه موسخ الباس. وانا اتكلم لكم، سكنت في رق الحيه في العرصه، سكنت ليلا ونهارا وصمت رمضان من اخره. وقلت للرئيس الحالي، قطقتها له، قطريت معدل الاجتماع في دائره وقطقتها له، واعطيته اوراقات مكتوب فيهم شيء متخلط طايره لي قاع. اذا على انه هاي الواقع تفو به مر وطاير وبالناقص منه ومنسس وبالناقص من الاستقلال قاع جاي بذا الواقع اللي ذنبته، حقرة الجرحى والتفريط فيهم الى اخره. انا احنا نقول، انا نقولها شخصيا، وبالناقص من رفاهيه جايه عاقب من خلاله مهما كانت قاع. من على نحن مات لنا قاعدين نصبر، من على نحن شفنا اخوتنا هون يموتوا ما يمشوا للخارج، فيهم اللي باراليزي فيهم كذا المجاريح، ومر عليهم ياسر من المراره وياسر من الخزو اللي تفو به بالناقص منه. يا الشعب الصحراوي من هذا المنبر أرجو عند الله وعندكم على أنكم تشوفوا حالنا وتدافعوا عن متطلباتنا. متطلباتنا أراهي ماذا قدهم واللي يعني ما هي لأنها إلا بطاقة وعناية صحية وزيادة الاستفادة والمشاركة في السياسة والله كذا، أراهي أكثر من هذا، أكثر من هذا. يا قيرقع احنا ماذا بينا قاع كون نجبرو قاعش، احنا قاع كون نعلم بين، احنا قاع كون نشافو. السلام عليكم ورحمة الله. مرة هاني حق احنا هذو الجرحى والله الا نعانوا ياسر من المعاناة. احنا ما دارق علينا على ان الشعب الصحراوي عانى ياسر من المعاناة وفرغ منه ياسر وانقتل ياسر، والله الا عذب سجون المغرب وفي سجون موريتانيا
وفي سجون الصحراء هون البوليزاري، والله الا وخضع على ياسر من الخزو، والله الا ياسر من يا قير. احنا مولي جرحنا من اجل هذه القضيه، الشعب برمته ويصرف صرتنا ومنعت عنا، ما هو قلنا حد ولا تحتنا وكذا، ولاك به جريح وذاك عندك دم، وفي النهايه ننخر صروصنا وما احنا قاع ما معطينا ابسط اهتمام قاع. واحد هون والي ولايه باع شي من ذي التراب مايه، وهون الهلاب تقعد له قال كنت نتبعه هون قدام مسؤولين دوائر وقدامه وقدام الخلق اللي معاه وكذا، نقول له عنه يعطيني بلين ذيك الساعه نبني فيه دوائر اللي حمى الله خير، يتم يكذب علي لين يمشي. ولا نجاحد وبيصط قال له هذا اللي كان هون قطع والي ولايه هون تيه، وقلت له هنا في المؤتمر ريت شوي مؤتمر ذاك السابق ذو، قلت له عيناني على انه كذب علي ولا يلا. أنا لأن احنا هون مزروقين واحنا هم الورانيين، نعود ما عندك المادة ولا عندك شيء ماشي تضيلع والله ضحيت من زمان، يقول لك عليها قاعد تضحي، يقولوا لك عليها قاعد تنجرح، عليها قاعد تجي هون أصلا. ها هو دونك علينا خاصكم أنتم كسلطات عدلوا لنا اجتماع، تقولوا لنا اسمعونا احنا راكم الساعة جيتوا هون ضحيتوا وكذا، راه ولا خطاقة عليها قاعد تنجرح والله عليها تموت والله نسكي. هذا ما هو يلا، هذا ما هو يلا، هذا ما هو يلا. الثورة تستقل تندثر طويلة المدى قصيرة المدى، تضم على المغرب تفرق تتخالم بيناتها، تعود فيها حرب أهلية، تعود عندها الفضة ياسرة، تعود قليلة اللي بغات تعود. احنا نطالبه بحق، احنا هم يلا نعود ونخمم في مصيرنا وفي قضيتنا، هي الأولى سابق كل شيء، سابق قضية الاستقلال وسابق قضية الوحدة الوطنية وسابق جمع الشمل وسابق كل شيء. يلا نحن نشوف احنا، نشوف احنا الله تعالى اعلم، شوف احنا علينا يلا اعطانا الاولويه الاولى، ويلا الكلام كامل اللي في المنابر والدفاع كامل وقضايا كامله، عود احنا نواكب احنا هم الاولين فيه ودافع عنا احنا هم الاولين. الحسابات الثانيه يجي الاستقلال ما يجي، يجي الانضمام ما يجي، الثوره تعمر من الفضه تخلى تذرى، والله يخلق ذاك والله ما يخلق ذاك، والله الشعب الصحراوي يجمع شمله والله يتم الشتت والله هذاك. ذيك المواضيع خاصه تعود عاقب قضيتنا احنا. ثانيا هي القياده لو كانت ما عندها شيء، لو كنا نشوفوا كيف نحن ماشي على كرعيها، والله تدين من ابواتيك ما عندها باش تشري شيء، والله عيالها عايش هون متكارفه صعود عليها تحوش الكبه هون مع عيالاتنا. ايه نعود احنا عارفين على ان قعره وما خلقش. اما لما نشوف واحد عايش رفاهيه يركب الا في هيلكس جديده ولا طيوطه جديده ودار جديده وعايش ما هو معاه قاع ربما عياله عود في الخارج والفضه معرمه وما نعرف ايش. ها؟ هون احنا نطالب بحقوقنا. نطالبوا بحقوقنا، نطالبوا بالاهتمام بينا، ونطالبوا بنعودوا هيئة من المجتمع معتبرة، معتبرة وكيان معتبر وخاص بينا مولي، ما يتم ينصب علينا واحدين ثانيين ما قاعد نجرحوا والله واحدين ثانيين ما عايشين نفس المعاناة. نطالبين مولي الدولة لأن يتعدى لنا وزارة والله حركة والله مساكين والله اتحاد وكذا، على ان احنا نعود احنا هم اللي نسقوا ديركت مع النظام، واحدين منا يعودوا هم اللي اطارات اللي علينا، ما يعودوا يجاب لنا حد ثاني منصب على رؤوسنا ما هو جريح ولا كذا، احنا ما نتفاهموا معاه قاع اطلاقا. هاو ندور الاهتمام بينا وطالبين المجتمع وطالبين على ان حق على ان يعودوا محسوس بينا، لانه هذا الحقيقه شيء فظيع. هاي الواقع عندنا شيء لا هو يلا حق مرحبا وسهلا حق اشتم اللي هون واحد من المنابر واحدين يطالبوا بعلنا احنا الجرحى وقالنا انا باش نشروا لباس العيد. هو هذا ما هو فضحهم، وين تعود تنطلب الناس المحسنين المحسنين ان احنا باش نشرينا لباس العيد، هذا بعد ظهر لان احنا بعد هون لاحقين بعد ها لاحقين يا قير. علاه ما تعود قاعد دول مغطيه قاعد هذه الفضاحه مغطيتها قاعد، احنا ما نلاحقين ذا من الكثره كامل قطعنا عنا لين نعود القياده اكثر منا ها التعداد مثلا، لان نحسب المجاريح ونحسب السلطات
إيه ذلك علاه احنا هذا علاه؟ ها؟ كيف نوبوا هنا طالبونا هم قاع من نفوسهم النظام والله ما نعرف العليات قالوا لنا شي يعطيك طاس وشي سراح تسرح بها راسك شي قلنا والله حاج ليك ساعه عطوني شي فيه سراح وفيه طاس على مولانا لا احنا هذا هذا ينعت على نحن مبهدل بينا مبهدل بينا لا سبحان الله وانت داير حرب والمجارحين جرحوا والشهداء يموتوا كذا ها؟ لا سبحان الله اتقوا ربكم يا المجتمع الصحراوي اتقوا ربكم راكم كاملين له تموتوا ومحنا له نموت وكل حد له يموت وهذا فايت وفاني لذلك أخير الإنسان اتقى ربه التقوى رأس كل حكمة تقوى الله فينا أخوتي جزاكم الله خير تقوى الله فينا واللي لا يقول كلمة يسبقنا فيها لأن يلا تنواقع أنه يتغير سابق بعد قاع تغيير واقع الشعب الصحراوي سابق اللي طالب به كامل سوشن ومع السلامة لوقت ثاني إن شاء الله ورا نتكلم في المنبر